اللون الأبيض الثلجي، هذا اللون الذي يلقى إقبالا كبيرا من طرف المربين نظرا لندرته وجماليته. ودجاج البراهمة الأبيض الثلجي هو خيار جيد للتربية، فهو يعطي جمالا إضافيا لحديقة المنزل، ويمتاز بكبر حجمه وعيناه الصفراوتين المائلة إلى الاحمرار وسيقانها الصفراء المغطاة بالريش ونظراته الحادة والقوية. دجاج البراهمة الأبيض الثلجي ذات إنتاج متميز من البيض، فهي تنتج ما يقارب 200 بيضة في السنة، وتبلغ ذروة وضع البيض في فصل الشتاء. وبيض البراهمة لونه أبيض، وهي من الطيور الهادئة والودودة، وتتحمل الظروف الجوية الصعبة، وإنتاجه من البيض يبدأ في عمر 8 أشهر، وتتطلب توفر بعض المواصفات في مكان التربية، منها النظافة والتهوية الجيدة، وتكون خالية من الطين والغبار حتى لا تتوحل أقدام الدجاج فيها. ويصل وزن ذكور دجاج البراهمة الأبيض الثلجي إلى 7 كيلوغرامات إذا توفرت طبعا الظروف المثالية للتربية، لكن عموما يصل وزن الديكي ل 5.5 كيلوغرامات، أما الأنثى فيصل وزنها إلى 4.5 كيلوغرامات. ولزيادة إنتاجية الطيور وتقوية مناعتها، لا بد من الاهتمام الجيد بالنظام الغذائي وتوفير رعاية جيدة، وهذا ما يجعلنا داخل المزرعة نعطي اهتماما كبيرا لنوعية العلف المقدم لدجاج البراهمة الأبيض الثلجي، والذي يتكون أساسا من حبوب القمح والشعير وعلف بياض، بالإضافة إلى نوار الشمس والذرة. هذه الخلطة أو الخليط يعطي بكميات أكثر، يعطى من الكمية المخصصة لباقي أنواع الدجاج الأخرى، كما نضيف للبرنامج الغذائي بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية حرصا على توازنه وتكامله. أما بخصوص كتاكيت دجاج البراهمة الأبيض الثلجي، فهي تتطلب رعاية خاصة، حيث يمنع كليا إخراج الكتاكيت من الحضانة إلى الخارج، بحيث يجب وضعها في صندوق مبطن بالقش وتحت الضوء، وبعد مرور أسبوع على عملية الفقس يتم إطلاقها في الخارج لبعض الوقت. وعموما يعتبر دجاج البراهمة الأبيض الثلجي دجاجات هادئة وذات خصائص متميزة، لكن نوصي متابعي قناة طيور تي في والذين يرغبون في تربية هذا النوع من الدجاج اتباع قواعد النظافة بدقة لتحقيق نتائج جيدة. ونذكر كل الإخوة المربين والمربيات، سواء كنتم مبتدئين أو لكم تجربة في الميدان، أن أبواب مزرعة التاج الذهبي مفتوحة لكم متى قررتم زيارتنا، ونحن دائما رهن إشارتكم. أخيرا الشكر موصول للقائمين على القناة وعلى المجهودات التي يبذلونها للنهوض بقطاع دواجن الزينة في المغرب.